بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم أحد العينات التي درستها في السابق في مختبري. طبعا هذه أحد العينات التي درستها في السابق في مختبري، عبارة عن أحد الصخور التي تكثر فيها فصائل كثيرة جدا من المخلوقات البحرية المجهرية. طبعا هذه العينة بعد دراستها اكتشفنا فيها فصائل كثيرة من البكتيريا وخلايا الطحالب والأنسجة النباتية المتحللة، الأنسجة البحرية، وأيضا اكتشفنا فيها عوالق كثيرة جدا، فصائل كثيرة جدا متعددة من العوالق. طبعا هذه الدوائر عبارة عن أحد المخلوقات البحرية التي تعيش فوق الصخور، وهذه الخطوط البيضاء عبارة عن فصائل من الديدان المجهرية المتحجرة. طبعا هذا الأسود عبارة عن أنسجة ترجع إلى أنسجة نباتية وتجمعات ميكروبية كبيرة جدا مثل ما تلاحظون. طبعا هذا الأسود عبارة عن أحد المحارات التي ترجع إلى فصيلة من فصائل المحار الأسود، تكثر في الخليج العربي. طبعا أنا أنصح الباحثين بدراسة الميكروبات والطفيليات البحرية المتواجدة في الصخور، لأنها تعلمنا عن فصائل كثيرة جدا ومدى خطورتها أيضا. ومثل ما تلاحظون هذه الفصيلة الدائرية اللي مثل ما تلاحظون تكثر فوق أصداف المحار الكبير، أو أيضا صدفات، يعني صدفة السلاحف ممكن تكثر هذه المخلوقات، لكنها تكون طفيلية بنسبة أكبر. ممكن تشوف عوالق، ميكروبات، طفيليات، أحياء دقيقة كثيرة جدا، طحالب كثيرة، بكتيريا، فيروسات، يمكن تشوف يعني مخلوقات كثيرة جدا. وأنا أنصح يعني الباحثين بتكثيف الجهود ودراسة هذه المخلوقات ومدى خطورتها على الإنسان والحيوان والمخلوقات البحرية. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم عينات كثيرة إن شاء الله في المستقبل.